تكتيكيا المباراة؟ هل طمع يوسف المناعي بظروف الاتحاد فخسر بالأربعة؟ هل قرأ حسن خليفة أبها بشكل جيد فلعب على الارتدادات واستغل واحد من العظماء في كرة القدم كريم بنزيمة بالذات في, في, في يعني خليك من الأهداف اللي سجلها تصليحها لكورنادو حكاية ثانية. بص خلينا نتكلم بواقعية في الظروف اللي الاتحاد فيها، هم اللاعبين تحملوا المباراة. خلينا نتكلم لان ده تحدي. النهارده لما تشوف بنزيما بعد المباراه بيقول ان صفحه نونو سانتو انتهت او انطوت بالنسبه لنا، فده معناه ان 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 ده خلاص اتنست كل حاجه. والنهارده بيوضح لك الملعب الكلام دوت. النهارده دي مباراه لعيبه، هتتحدى نفسها، لان كان في واضح ان كان في مشاكل بين المدرب وبين اللاعبين او بعض اللاعبين. فالنهارده لما المدرب يمشي انت لازم تثبت ان انت حطيت التحدي بينك وبين المدرب، فانت لازم تكسب النهارده. بالظبط، انت بره، احنا كسبنا النهارده وكسبنا التحدي. النهارده كريم بنزيما بيحرز 3 اهداف وفي مود تحس ان هو طلع من السجن، كان مسجون وخرج في المود كويس جدا جدا جدا. وفي نقطه مهمه جدا بقى في الكوره، النهارده الاتحاد ما ضيعش ولا فرصه. اللي جوله حطهم اجوان، ودي ما بتحصلش كتير في الكوره، يعني ال4 فرص اللي جت دخلت. العكس الناحيه الثانيه ابها غير الجونين اللي جابهم، هو مضيع 3 فرص محققه على مرمى الاتحاد، ودي النقطه اللي لازم الاتحاد يفطن ليها، لانك انت مش كل ماتش هتجيب كل الفرص المتاحه بالنسبه لك. فممكن ابها ممكن فرص تضيع، ممكن الشكل التكتيكي بتاعك دفاعيا تبقى مش كويس، ممكن يخش فيه جوان، هتبدا تمشي الدنيا في مش احسن حاجه. لان الاتحاد الفترات مع نونو سانتو كان احسن حاجه في الاتحاد ان دايما بيطلع بكلين شيت او اهداف قليله جدا اللي بتخش في مرماه وبيعرف يجيب جوان. فانت النهارده انا شايف النهارده من وجهه نظري ده ماتش اللعيبه، وكان في روح، الشكل التكتيكي اتغير. النهارده الرساله بتقول لك النهارده ان العبود موجود، يعني الصفحه انتهت خلاص تماما. اول لما نونو سانتو مشي العبود دخل التدريبات ونزل ودخل المباراه ونزل، فهي صفحه وانتهت خلاص. اللي كنا دايما بنطالب بيه إدارة الاتحاد، يا راجل مكمل يا مش مكمل. ما ينفعش تسيب الموضوع بين البنين، حبة مشاكل مع اللعيبة والنتائج مش كويسة، فلن تحسم الموضوع. أنت حزمت الموضوع بغض النظر هو صح ولا غلط، فأنت خلاص أنت اخترت أوضة اللبس عشان أوضة اللبس تقوى. النهارده الجمهور كان موجود، جه رغم الفترة اللي فاتت كان الجمهور مش أحسن حاجة، فده واضح بالنسبة لي إن خلاص إن الإدارة مع اللعيبة مع الجمهور هو ده الطريق اللي المفروض ماشيين فيه. اختيار المدير الفني الجديد، لأن ما أعتقدش إن كأس عالم أندية الاتحاد هيروح بنفس الجهاز الفني الموجود. لازم مدير فني قوي، شخصية قوية، ولازم يعرف يحتوي اللعيبة. في أوقات بتحط السيستم وكل حاجة، لكن لازم تحتوي اللعيبة، لأن اللعيب ده أستاذ عبد الله، لو جبت مورينيو وجبت جوارديولا وجبت كلوب واللعيب مش عاوز يتمرن مش عاوز يشتغل معاك، انسى تاخد منه حاجه. عمرك ما تبقى مدرب جامد وقوي وعندك افكار في الكوره وتظهر عندك في الملعب الا لما يكون اللعيب مقتنع بيها وانت قادر تسيطر على اللعيب. فالفتره الاخيره سيطره على اللعيبه من نونو سانتو كانت صعبه وما كانتش في احسن حالتها، عشان كده كان لازم التغيير، يا اما تكمل يا اما تغير، فهم غيروا. ابارك للاتحاد واتمنى ان شاء الله كمان مع رجوع حجازي، لان حجازي عنده تقل كبير جدا مع الفريق.